سلام من الله عليكم متابعي قناتها التعلم. بعض السيارات في هذا العالم هي أكثر من وسيلة نقل، هي تحف فنية لا يستطيع الحصول عليها إلا الأشخاص الأثرياء على هذا الكوكب، ولكن يمكن للجميع النظر إليها والتعبير عن إعجابهم بها. ما نفعله الآن هو مشاهدة أغلى 10 سيارات في هذا العالم. واحدة منها هي سيارة فيراري سيرجيو بينين فارينا، والتي تساوي قيمتها 3 ملايين دولار. في عام 2015 أصدرت فيراري 6 نسخ فقط من هذه السيارة بتصميم مشابه لسيارة فيراري 458. سيارة سيرجيو لها قوة 562 حصانة، أي ما يعادل 419 كيلو وات بفضل محرك V8 بسعة 4.5 لتر. سيارة فالكيري الجديدة من شركة أستون مارتن لم تصل إلى السوق حتى الآن، وتساوي قيمتها 3.2 مليون دولار. وبعض النماذج تم بيعها بالفعل على الرغم من أن الشركة لم تعلن بعد عن قيمتها الحقيقية التي يقدرها المتابعون ما بين 2.6 و3.9 مليون دولار. هذه السيارة رائعة بمحرك V12 بسعة 6.5 لتر، لها قوة 1160 حصانا، ما يعادل 865 كيلو وات، وسرعتها القصوى من المفترض أن تصل إلى 321 كيلومترا في الساعة. الشركة صنعت إلى حد الآن 150 نسخة من سيارة فالكيري، وهي تخطط لصناعة نسخ أخرى مستقبلا. بوجاتي شيرون الرياضية بقيمة 3.3 مليون دولار، دعونا نقول 3.260 مليون دولار لإعطاء قيمة مضبوطة. هذه السيارة بنفس سعر النسخة السابقة منها، تم الكشف عنها للمرة الأولى منذ سنة في أحد المعارض في جنيف، ومواصفاتها مطابقة لمواصفات سيارة بوجاتي شيرون مع محرك V16 بقوة 1479 حصانة، ما يعادل 1103 كيلووات، لكن المحرك أخف ب 18 كيلوغراماً بسبب الألياف الكربونية المستخدمة فيه. وعلى الرغم من أن بوجاتي شيرون هي الأسرع في المسارات المستقيمة، إلا أن هذه السيارة مثالية بسبب الأنظمة الديناميكية المضافة لها وأيضاً وزنها المنخفض. بوجاتي فيرون فيفيرا، هذه السيارة هي نسخة محدودة من شركة بوجاتي، تقدر قيمتها ب 3.4 مليون دولار، ما يجعلها واحدة من أغلى السيارات في التاريخ. قامت الشركة بتصنيع مجموعتين فقط منها إلى حد الآن. تحمل هذه السيارة عديد القطع المصنوعة من ألياف الكربون، ومقصورتها مصنوعة من الجلد والألياف الصناعية. محرك السيارة بقوة 1200 حصان، ما يعادل 894 كيلووات، وسرعتها القصوى 408 كيلومترات في الساعة. صدمت شركة دبي للسيارات دبليو موتورز العالم من خلال إصدارها لسيارة لوكان هايبر سبورت سنة 2013، بفضل مصابيحها الأمامية من التيتانيوم، والتي تحتوي على 420 قطعة نقية، إضافة إلى الشاشة ثلاثية الأبعاد المثبتة في الوسط. فليس من المستغرب أن تكون هذه السيارة من بين أغلى السيارات في التاريخ. تحتل السيارة المركز السادس في قائمتنا، ولها محرك هائل بسعة 6.6 لتر مزود بشاحن توربيني، المحرك بقوة 780 حصانة، وتصل السرعة القصوى للسيارة حوالي 420 كيلومترا في الساعة. أصدرت لامبورجيني 14 نسخة من سيارة فينينو، وهي السيارة المبنية على نسخة أفنتادور بين سنة 2014 و2015، وقد بلغت تكلفة هذه السيارة 4.5 مليون دولار. وبالاعتماد على مواصفاتها المتميزة بمحرك V12 بسعة 6.5 لتر وقوة 840 حصانا وقدرة تسارع 96 كيلومترا في 2.9 ثانية فقط، فإن هذه السيارة تستحق أن تكون الأغلى بين إصدارات لامبورجيني. شركة كوينيغزاك قدمت طرازا باهظ الثمن في أحد معارض السيارات في جنيف، طراز ريفيتا القريب من طراز CCX Art بلغت قيمته 4.8 مليون دولار،
وقد بالغت الشركة في مواصفات هذه السيارة، حيث إن معظم قطع الهيكل مصنوعة من الكربون المغلف بالألماس. السيارة مجهزة بمحرك V8 بسعة 4.8 لتر وشاحن توربيني، وتبلغ قوة المحرك 1004 حصان، وقد صنعت هذه الشركة 3 نسخ فقط قبل إيقاف هذا الإصدار. مرسيدس بنز طراز مايباخ إكسليرا هو نموذج فريد من نوعه لهذه الشركة بالتعاون مع شركة فولدا الألمانية. سنة 2004 تم بناء هذه السيارة على هيكل سيارة مايباخ، وتم إعطاؤها محرك V12 بسعة 12 لتر وقوة 690 حصانا، تبلغ سرعتها القصوى 350 كيلومترا في الساعة، وتبلغ قيمتها السوقية اليوم 10 ملايين دولار. حصلت سيارة رولز رويس بطراز فلواتيد على لقب أغلى سيارة عام 2017. المشكلة أن الشركة لم تحدد أبداً السعر الحقيقي للسيارة، والذي تم تقديره بـ 12.8 مليون دولار، وقد تم تصميمها بطريقة مشابهة للسيارات القديمة للشركة من ثلاثينيات القرن الماضي. في الوقت نفسه يشبه تصميمها الداخلي تصميم اليخوت الحديثة، وتعتمد السيارة الفخمة والأنيقة على محرك V12 بسعة 6.75 من 100 لتر، وهي سيارة فائقة الجمال. السيارة الفريدة من نوعها بوغاتي لافيتور نوار، يبلغ سعر تصنيعها 12.5 مليون دولار، أما سعر البيع فهو 18.7 مليون دولار بعد الضرائب الرسمية، وهي أغلى سيارة في التاريخ. هذا الأمر له تفسير مقنع. السيارة هي نسخة مطورة من بوغاتي أتلانتيك. في هذه السيارة تم استخدام محرك W16 بسعة 8 لترات لإنتاج قوة 1479 حصانا. السرعة القصوى للسيارة هي 420 كيلومترا في الساعة، وتتسارع ب 100 كيلومتر في 2.4 ثانية. كما تتميز السيارة بتصميم جديد للعادم والعجلات، وإضاءة خلفية متميزة تتضمن اسم السيارة أيضاً. النسخة الأولى من السيارة من المتوقع أن يحصل عليها لاعب كرة القدم كريستيانو رونالدو. إن أعجبكم موضوع اليوم من قناة هل تعلم، فلا تبخلوا بالإعجاب والاشتراك. يمكنكم أيضاً متابعة فيديوهاتنا السابقة. جميع الحقوق محفوظة لدى قناة هل تعلم.